حياكم الله مشاهدينا وأهلا بكم في حصادنا لهذه الليلة، والبداية بأهم وأبرز ما جاء فيه. الانتخابات المحلية، ضوابط الدعاية الانتخابية، محظورات وعقوبات قانونية لضبط أسس التوازن. غزة، مؤشرات خروج المنطقة عن السيطرة مع استمرار جرائم الكيان المؤقت. إذن مشاهدينا، مع اقتراب إطلاق صافرة الدعاية الانتخابية لمرشحي الانتخابات المحلية، فإن مفوضية الانتخابات وضعت عدد من الشروط والمعايير من أجل تنظيم هذا السباق، بما يخلق بيئة مثالية لأجواء التنافس من خلال عدد من المقررات التي ألزمت المرشحين والأحزاب والكيانات والتحالفات بضرورة الابتعاد عن المخالفات التي تنحصر أغلبها بمنع استخدام مؤسسات الدولة وتحقيق الشفافية في الأموال المرصودة للحملات الدعائية، وصولا إلى إيقاع العقوبات والغرامات المالية للمخالفين لهذه القيود. أما في ملف حصادنا الثاني مشاهدينا، تشكل معركة طوفان الأقصى تطبيقا عمليا لاستراتيجية تعدد الجبهات ومساحات الرد، لقاءات متعددة لفصائل المقاومة فيما بينها للتكامل، ولقاءات أخرى مع دول لم تنجر إلى المستنقع المغيب فيه الإنسانية. وهذا ما يعزز معطيات الميدان أن إسرائيل في مواجهة متعددة المحاور، جرائم الإبادة الجماعية وماكنة حصاد الأرواح الإسرائيلية ستضع المنطقة أمام جبهة قتال واسعة مرشحة للانفجار في أي لحظة، وفرض مشهد مغاير يزيد الضغط على المؤسسة الأمنية والسياسية للكيان الصهيوني ومصالح الدول المتحالفة مع هذا الكيان على حد سواء. إذن مشاهدينا، هذه ملفات حصادنا لهذه الليلة، وأرجو أن تبقوا معنا. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، وللحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف نرحب بضيوفنا الكرام، الخبير في شؤون الانتخابات دكتور عمار البهادلي، أهلا بك يا دكتور، وكذلك الترحيب بعضو الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات الأستاذ حسين أو حسن هادي زاير، أهلا بكم سيد حسن. أهلا بك. أبدأ وياك سيد حسن. نعم. الضوابط اللي وضعتها المفوضية نفس الضوابط القديمة، لو تم التعديل عليها مع تعديل قانون الانتخابات، أكو مثلا فقرات مواد أخرى أضيفت إلى هذه اللائحة؟ نعم، حياك الله أستاذ بشار، وتحية للدكتور عمار
وللمشاهدين الكرام. طبعا كما تعلم المفوضية الانتخابات في كل عملية انتخابية تضع العديد من الأنظمة والتعليمات التي تنظم عملها، وخاصة فيما يخص الدعاية الانتخابية وضعت نظام الحملات الانتخابية رقم 2 لسنة 2023، والتي وضعت فيه العديد من النقاط التي على المرشحين اتباعها، وهي معايير دولية لعرض حملاتهم الانتخابية بما يناسب قانون الانتخابات الذي وضعه مجلس النواب. وهذا النظام الحقيقة فيه العديد من التعليمات التي تجبر المرشح على الالتزام به، وهي يعني هناك العديد من النقاط، منها عدم استخدام موارد الدولة بكل أشكالها من البنايات والعجلات والأموال، وحتى الأسماء أو الشعارات الخاصة بالدولة، أيضا عدم استخدام جدران المدارس التي ستكون مراكز اقتراع، وهذا الشيء طبعا معمول به في كل انتخابات حتى في الانتخابات السابقة. نعم. ويجب أن تكون الدعاية على بعد 100 متر من مركز الاقتراع، وهناك العديد من المواضيع التي وضعتها المفوضية أيضا للحد من هذا الشيء. دكتور عمار، أهلا بك مرة ثانية. طيلة هذه المسيرة الديمقراطية والتجارب الديمقراطية اللي خاضها العراق، كانت هناك ضوابط لعملية الدعاية الانتخابية والترويج وغيرها، لكن ليش دائما أكو مخالفة من قبل المرشحين؟ بداية تحية طيبة لك ولمشاهديك الكرام ولضيفك الكريم. بداية، المعيار القانوني أو السند القانوني الذي اعتمدت في تنظيم الدعايات الانتخابية هو قانون رقم 4 لسنة 2023، وهو قانون انتخاب مجالس محافظات ومجلس النواب، وكذلك مثل ما تفضل الضيف الكريم تعليمات رقم 2 لسنة 2023 الخاصة بوضع معايير وضوابط تنظيم الحملات الانتخابية. حقيقة الخروقات، أو بالبداية خلي أتحدث عن أن هنالك قائمة من المحظورات، هذه المحظورات تتعلق باستخدام المال العام أو استخدام أبنية الدولة أو استخدام الشعارات الطائفية أو الترويج لشعارات هي ربما يعني تكون مقتربة من شعارات حزب البعث، بالتالي هذه محظورات يحاسب عليها القانون. نص عليها قانون رقم 24 رقم 4 لسنة 2023 بالعقوبات. تراوحت العقوبة طبعا ما بين الحبس والغرامة، وقد تصل هذه الغرامات. طيب، من مليون في اليوم دكتور، في اليوم أحد مرشح انسجن أو تم تغريمه، يمكن صارت غرامات بعض الشيء، لكن في اليوم مرشح انسجن؟ نعم، هذا الموضوع طبعا هو بالنتيجة يعني اليوم أكو لجان رئيسية ولجان فرعية من قبل المفوضية العليا، وهذا الموضوع بالتحديد ترفع تقارير من المفوضية إلى الجهات القضائية المختصة لمعاقبة مثل هذه الحالات وهذه الخروقات، خصوصا من يعني يبتعد عن معايير الدعاية الانتخابية. لكن ما يشخص على هذه الدعاية خصوصا لهذا العام أعتقد هي حقيقة فارقت التجارب العالمية. أغلب التجارب العالمية هي تذهب باتجاه تحديد سقف زمني يتراوح 30 يوم من أجل يعني ضمان فسحة من المساواة ما بين الأحزاب الكبيرة والصغيرة، لكن اليوم هذا وقت الدعاية الانتخابية اللي هو يفترض أن يبدي من 1 تشرين الثاني لغاية 18 كانون الثاني، يعني حقيقة هذا 48 يوم. هذا الموضوع فيه استنزاف للأموال ويحتاج إلى جهود طائلة وإلى إمكانيات حقيقة ضخمة. أعتقد هذه الإمكانيات متوفرة لدى الأحزاب الكبيرة الأحزاب التقليدية، لكن اليوم هنالك ربما حالة عدم توازن ما بين الأحزاب الكبيرة والأحزاب الصغيرة أو الناشئة أو حتى ما يسمى بالأحزاب التشرينية، وهنالك امتدادات لتشرين، لأنه الحملة الانتخابية تحتاج إلى أموال ضخمة وتحتاج، بالتالي موضوع السباق الانتخابي والتنافس الانتخابي في هذه المرحلة، نعم هنالك معايير، هنالك يعني حالة من الشفافية، هنالك حقيقة ارتياح من قبل الأحزاب الصغيرة والكبيرة لإجراءات المفوضية خصوصا وفق جدول العمليات منظم ومتسلسل، وربما أوشكت المفوضية على الانتهاء أو الوصول إلى الخطوات الأخيرة لمرحلة الاقتراع.
لكن بالنتيجة نحتاج اليوم إلى أن يكون هنالك ضبط لهذه الحملات الانتخابية. واحدة من الخروقات اليوم هو استغلال الزيارات الميدانية الاجتماعية سواء كان للأحزاب أو للتحالفات أو حتى للمرشحين المستقلين، وبالتالي عرضها بالسوشيال ميديا أو حتى في مواقع أخرى ربما مسموعة أو مقروءة أو في أي يعني لوحات جدارية تعرض على أنها ربما لدعم فئة معينة أو لزيارة الجهة الفلانية. طيب لكن هو بالنتيجة هذا مضمون. شنو مشكلة هذه الزيارات الميدانية اللي يقوم بها المرشحين؟ أحسنت، هذا الموضوع حقيقة أعتقد المفوضية في 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 مكانات معينة أو في دعايات معينة ما ممكن أنه تحاسب هذا الحزب أو هذا الكيان إذا لم يضع رقم القائمة وتسلسل المرشح، لكن إذا وضعوا رقم القائمة وتسلسل المرشح قبيل انطلاق الحملات الانتخابية هنا سيكون هنالك خرق، وبالتالي المفوضية ستحاسب وربما ترفع به إلى الجهات القضائية المعنية من أجل أما دفع الحبس أو دفع الغرامة أو حتى ربما تصل الحالات إلى استبعاد المرشح من السباق الانتخابي. أرجع لك هذا السؤال دكتور عمار، فد يوم مرشح خالف هاي القواعد واللوائح وانسجن؟ يعني أنا على حد علمي صارت عندنا هيك حالات سواء كان لأحزاب سياسية أو حتى لكيانات ومرشحين مستقلين يعني خروقات، هذه الخروقات طبعا بها عمدية وبها غير عمدية. أرجع لك في بعض لأنه نوع هذه الخروقات، لكن أحد في يوم انسجن؟ انسجن والله يمك الأستاذ بالمفوضية، فإذا كان على حد علمه أنه أكو أحد مسجون أنا هذا الموضوع بصراحة لا ما واصل. فد يوم سجنت أحد سيد حسن لأن خالف هاي القواعد؟ أستاذ بشار هذا الموضوع موضوع يعني خلي ناخذه بتسلسله. المفوضية شكلت لجنة مركزية عليا للرصد والمتابعة، وهذه تنبثق من عندها 16 لجنة على عدد مكاتب المحافظات المشتركة في الانتخابات، وتنبثق من هذه اللجان المكاتب المحافظات 906 لجنة لمراكز التسجيل. هذه اللجان الفرعية واجبها هي متابعة الخروقات التي نتكلم عنها الآن. طبعا بدأت بوصول الشكاوي عن مرشحين، هذه الشكوى لازم أن تكون ومرفقة بالأدلة والبراهين اللي يعني تستحق أن تكون شكوى. طبعا المفوضية هنا تعالج الموضوع بتنبيه المرشح برفع الدعاية الانتخابية إذا كانت عبارة عن صور أو عن بالسوشال ميديا أن يرفع هذا الموضوع اللي مرفق مثل ما قال الأستاذ برقم القائمة ورقم المرشح نفسه. بدأت طبعا استجابوا بعض المرشحين والأكثر هم استجابوا لأنهم ربما عن جهل أو عدم تعمد بهذا الموضوع أو أحيانا مثلا بالسوشيال ميديا يقول هذا مو أني، أني أكو ناس هم يعني محبة أو دعما للشخص ينزلون هذه الأمور. لحد الآن ليست هناك شكوى تستحق السجن أو الإبعاد أو ما زالت الأمور الانتخابات على السابقة واللي سبقتها. أحد من المخالفين وهم كثر طبعاً يوم أحد انسجن له بغرامات مالية، تم استبعاد العديد من المرشحين لكن ماكو سجن، ما أعتقدك سجن، بل لكن استبعدوهم عن الانتخابات وغرامات مالية موجودة يعني وبمبالغ كبيرة أيضاً. طيب هسه أستاذ حسن حدثتنا عن قضية الشكوى، إذا وردتكم شكوى منين عادة تجي هاي الشكوى؟ من مرشح آخر منافس؟ الشكوى تأتي من مواطنين، هو لا تكون الشكوى يا أما من فرقنا الموجودة المنتشرة بجميع عموم المحافظات أو من مواطن عادي يمكنه أن يرفع شكوى مرفقة بالأدلة من الصور والسيديات. ممكن تكون هاي الشكوى تسقيطية كيدية، وهذه الشكوى استاذة تروح إلى عندنا نظام الشكاوى والطعون يعني تروح إلى تحليل واتخاذ القرار، يعني ما تكون العقوبة بشكل مباشر، تحلل هذه. طيب أرجع لك دكتور عمار، أصلا شنو فائدة هاي اللوائح والقوانين هاي القواعد؟ شقد ممكن تحقق التوازن وتوفر بيئة للمنافسة الانتخابية، منافسة حقيقية، منافسة انتخابية تؤثر ب أو تفيد أنه توصل مرشح مناسب ليشغل موقع المسؤولية سواء بمجالس المحلية أو البرلمان؟ يعني خصوصا في ظل أنظمة مثل أنظمة التمثيل النسبي وفي دوائر انتخابية على مستوى بغداد أو بحجم بغداد، يحتاج الناخب إلى أنه يتعرف على كل التحالفات والأحزاب السياسية وعلى الكيانات المستقلة، لأنه اليوم حقيقة بغداد تزدحم
هنالك ربما يصل تعداد بغداد إلى 9 مليون نسمة، ونحتاج إلى أن يكون كل كيان مستقل أو حتى قائمة حزبية وتحالف يكون معرف في جميع المحافظات، فبالتالي هذا هو هدف الدعاية الانتخابية. لكن بالعودة إلى سؤالك، يعني هذه الدعايات الانتخابية هي حقيقة لم تأتي اعتباطا، وإنما أتت وفقا لأطر دولية ومعايير دولية، خصوصا أن هنالك أكثر من 10 مبادئ أساسية للضمان إلى الوصول إلى انتخابات عادلة ونزيهة وشفافة، تضمن تمثيل الكل وتضمن عفوا يعني التنافس السليم ما بين مختلف الأحزاب السياسية سواء كانت الكبيرة أو الصغيرة، وأيضا تضمن أن يكون هنالك مخرجات سليمة لنتائج أو لصناديق الاقتراع. طيب. هذا الموضوع برمته إذا كانت هنالك مفوضية جادة، وأنا حقيقة أتوسم الخير بهذه المفوضية من خلال متابعة الخطوات لهذه المفوضية، هنالك عمل بحيادية وبموضوعية، وما يعزز هذا الكلام هنالك ارتياح من مختلف الأوساط الحزبية والسياسية لعمل المفوضية. لم نلاحظ لحد هذه اللحظة أي طعن أو تشكيك يعني الإجراءات أو الجدول العملياتي للمفوضية. وعادة الطعن والتشكيك يصير ما بعد إعلان النتائج. لا عفوا أستاذ بشار، لا يبدي عمليات الطعن والتشكيك منذ اللحظة الأولى لسجلات الناخبين. هذه المراحل 3 مراحل بالعملية الانتخابية، المرحلة الأولى اللي هي تبدي بسجلات الناخبين، المرحلة الثانية بيوم الاقتراع، والمرحلة الثالثة اللي هي يوم إعلان النتائج والمصادقة على النتائج. تالي هنالك جو حقيقة فيه نوع من الارتياح لهذه المفوضية ولعمل المفوضية سواء كان من الأحزاب أو المواطن، وأعتقد جميع شركاء العملية السياسية حتى المنظمات اليوم اللي تراقب واللي تختص بالشأن الانتخابي هي حقيقة تراقب عن كثب، وهنالك أكثر من تركيز على عمل المفوضية، لكن حد هذه اللحظة لم تسجل هنالك خروقات. طيب. وهذا الموضوع طبعا راح يكون بصالح إعلان النتائج في المرحلة المقبلة، وأيضا بصالح نسب المشاركة، لأنه اليوم كل ما كان المواطن يعني ثاق بالمفوضية وثاق بالعملية الانتخابية وثاق بيوم الاقتراع سيكون هنالك نسبة مشاركة عالية، وهذا الموضوع أيضا أن يكون من أولويات شركاء العملية الانتخابية سواء كان المواطن أو الأحزاب أو المنظمات. طيب. أو حتى المفوضية بمختلف تشكيلاتها. طيب سيد حسن، تجاوز هذه القواعد من قبل المرشحين، القواعد اللي وضعتوها بالمفوضية، إيش قد ممكن يقلص من فرص التكافؤ بين المرشحين؟ في الحقيقة التزام المرشحين بالقوانين والأنظمة التي وضعتها المفوضية بالتأكيد راح يقلص يعني المسافات بين المرشحين عند التزامهم بهذه النقاط الموضوعة. الحقيقة هناك الكثير من الأمور التي تحدث الأستاذ عن إجراءات القانون التي يعني سيطبق هذه الانتخابات راح يقلل الكثير من المشاكل، خاصة في مسألة الشكاوى والطعون أيضا. منها مثلا إجراءات العدوى الفرز الإلكتروني، الأجهزة اللي تم استخدامها في الانتخابات الماضية كانت أجهزة يعني متينة وجيدة وأعطت مخرجات جيدة، يرافقها الآن عد وفرز يدوي مباشر في المحطة لجميع المحطات، كذلك وجود الكاميرات التي يبدأ تشغيلها منذ ساعات الصباح الأولى حتى نهاية عملية العدوى الفرز اليدوي. كل هذه الأمور ستساعد في يعني زيادة الثقة لدى المرشح والناخب والمواطنين جميعا، وسنخرج بمخرجات جيدة إن شاء الله تقلص كل هذه الأمور والشكاوى التي كانت في السابق، سوف لن تكون هذه المرة إن شاء الله. طيب بالنسبة للملف مهم سيد حسن، هو مصادر التمويل. الدعاية الانتخابية بحاجة إلى أحيانا أموال طائلة، نشوفكم مرشح يستخدم إعلانات وترويج بقنوات فضائية، بعضها في قنوات فضائية حتى عربية الدقيقة مالتها أو الثانية توصل إلى آلاف الدولارات، وكم مرشح يكتفي بملصقات صغيرة في المنطقة اللي مرشح بها. طيب شلون يعني هاي الأموال اللي مرصودة لكل مرشح حددتوها بنطاق سعري معين؟ شنو الضامن بعدم تجاوز هذا النطاق؟ طبعا عملية الدعاية الانتخابية عملية فنية، كل مرشح يستخدمها بشكل يعني يختلف عن الآخر. يعني هناك مرشحين لم يبدأ من بداية الترشيح،
يترك الدعاية للأيام الأخيرة أو يستخدم جانب معين من جوانب الدعاية. طبعا هناك تعليمات حول تعليمات الحد الأعلى للإنفاق التي وضعته المفوضية رقم 5 لسنة 2023، حدد هذه الأمور، حدد مبلغ 250 دينار في عدد الناخبين في المنطقة في الدائرة، وهذا أيضا سيكون مبلغ جيد للمرشح حتى يستطيع أن يتحرك فيه بمساحة جيدة. طيب بس أكو مرشح صرف يعني يقال أنه تصل إلى مليار أو مليارات أو ملايين الدولارات، يعني إذا أكو إثبات لتجاوز هذه التعليمات، إثبات أنه دعاياته تطلع بقنوات فضائية وتعرف الإعلان بالقنوات الفضائية مكلف جدا، إذا كان خصوصا قنوات فضائية عربية. هناك تحالفات لديها قنوات ولديها يعني إذاعات وتستخدم إذاعاتها وتلفزيونها لبث دعاياتها. أما الآخرين احنا قلنا لو تحسب هذا المبلغ راح يطلع مبلغ جيد يستطيع بالتحالف أو الحزب أو المرشح من أن يقدم دعايته بشكلها الصحيح ويعني الكافي. طيب بعد لك دكتور عمار، العقوبات يعني تحدثنا عنها لكن مو المفروض تكون يعني تنفيذ حقيقي لهذه العقوبات، تكون عقوبات رادعة فعلا، العقوبات خلتها المفوضية عقوبات مناسبة وفق كل المقاييس، لكن التنفيذ احنا دائما بالعراق عندنا مشكلة بتنفيذ القرار أو تنفيذ العقوبة، شلون دا يقدر المرشح يفلت من تنفيذ العقوبة؟ بس خليني أستاذ بشار أرجع لك شوية مداخلة عندي بالنسبة لقانون أو تعليمات الإنفاق الانتخابي للشخص الواحد مثل ما تفضل الضيف الكريم 250 دينار لكل مرشح، يعني أمام كل مرشح يحق، عفوا أمام كل مواطن يحق للمرشح 250. طبعا هي أوتوماتيكيا هسه إذا نحسب عندنا ببغداد بحدود 5 ملايين و300 مواطن أو ناخب، إذا نضرب ال 250 في 5 ملايين و300 طبعا الموضوع راح يطلع بأعتقد مليار وربع، هذا المليار وربع هسه إذا ضربناه بعدد أو رقم القائمة بالقائمة كم مرشح، فهذه الأرقام هي طبيعية تطلع بهالشكل هذا، لكن تبقى الفروقات في موضوع الصرف والإنفاق على الدعاية الانتخابية هي أو أمن من حزب إلى آخر مختلفة وفقا للإمكانيات المالية، وتبقى أيضا مختلفة من كيان سياسي إلى آخر ومن تحالف إلى آخر، لكن هذا الموضوع من نضمن؟ نرجع القانون رقم 36 لسنة 2015، هذا القانون الأحزاب السياسية هو نص، هنالك باب داخل هذا القانون نظم موضوع التمويل للأحزاب السياسية وكذلك الحملات الانتخابية وكيفية معالجة الأموال المشبوهة. هسه بالعودة إلى سؤالك، كيفية معالجة الأموال المشبوهة خصوصا الأموال المتأتية بالخارج، احنا عادة الأحزاب مو فقط قضية الصرف عن الدعايات الانتخابية، تتشهي عن أموال تمويل الأحزاب بشكل عام. نعم فأغلب هذه الأموال هي مراقبة من قبل الدولة، بالعادة الأحزاب السياسية تعتمد على تبرعاتها وتعتمد على الهبات، وهنالك أموال بيضاء سليمة، لكن هنالك أموال سوداء سواء تأتي من خارج الحدود أو من قبل منظمات هي ربما تحت يافطات خيرية لكنها بالنتيجة غير خيرية، تتبع لربما أجندات ومؤدلجة وتتبع لجهات خارج الحدود. هذا الموضوع كله نظم قانون رقم 36 لسنة 2015، لكن اليوم حتى يخلص المرشح من موضوع طائلة العقوبات، أنا أعتقد التراكم الانتخابي منذ عام 2005 ولغاية هذه اللحظة العراق مر بأكثر من 6 تجارب انتخابية، لغاية 2021 كانت هي التجربة السادسة تقريبا عدا طبعا الاستفتاء على الدستور. هذا التراكم وهذا الوعي الانتخابي أنطى للناخب وللمرشح ولشركاء العملية الانتخابية يعني ثقافة انتخابية ودراية بكيفية ممارسة الحملات الانتخابية والأماكن السليمة، خصوصا أنه اليوم في بغداد أمانة بغداد هي المعنية بالإيضاحات للمرشحين وين يعني الأماكن السليمة اللي ممكن أن نضع بها اليافطات واللافتات، وخارج بغداد هنالك البلديات اللي هي أيضا معنية
يعني وضع التعليمات للمرشحين حول الأماكن الصحيحة. بالتالي إذا كان هذا الوعي الانتخابي وهذه الثقافة الانتخابية لدى المرشحين ولدى الأحزاب السياسية وهنالك تعليمات مستمرة سواء كانت من قبل المفوضية أو حتى من أمانة بغداد ومن البلديات، أعتقد ستكون نسب المخالفات ضئيلة جدا، لا تصل إلى حد السجن ولا تصل إلى حد الاستبعاد، لأنه اليوم المرشح حقيقة من إجب وقدم نوايا صحيحة وسليمة أنه يريد يخوض الانتخابات، وما معقولة راح يعرض نفسه لطائلة المحاسبة والعقاب وبالتالي يبعد أو يستبعد من الانتخابات بسبب المخالفة لتعليمات الحملات الدعائية الانتخابية. طيب. أنا أعتقد اليوم هنالك هنالك حقيقة ربما أكو مفارقات وأكو بون ما بين الأحزاب الكبيرة والأحزاب الصغيرة في طريقة استعراض الدعاية الانتخابية والمساحات الإعلانية والأموال، خصوصا الأموال. دكتور خلي أنتقل هاي النقطة. نعم. أنت ذكرت قضية مصادر التمويل. نعم. أستاذ حسن. نعم. عندكم تنسيق مع الأجهزة الرقابية الأخرى في الدولة من أجل معرفة مصادر تمويل المرشحين أو الكيانات؟ طبعا هناك لجنة مشتركة مع هيئة النزاهة يعني تقديم استمارة يعني استمارة تقدم للمرشحين وللأحزاب والتحالفات. نعم. حول معرفة الأموال التي ستكون مصادر للدعاية الانتخابية. وهذه الاستمارة تم توزيعها طبعا بالبداية كانت لرؤساء الأحزاب فقط والتحالفات، والآن حسب ما عرفت ستوزع على جميع المرشحين والكل مشمول، وعلى المرشح أن يقدم حساب بعد الانتخابات بالأموال وخاصة الفائزين بالأموال التي صرفها على الدعاية الانتخابية. طيب. نعم. سويت يمكن لجان، أعتقد أعلنتوا سابقا 900 لجنة خصصتوها بالمفوضية من أجل الرقابة والتفتيش. نعم. هاي اللجان إلى أي درجة قادرة على ضبط سلوك الدعاية الانتخابية؟ طبعا هذه اللجان موجودة في كل مراكز التسجيل الموجودة في العراق وعددها 906. هذه اللجان في الأول يعني المفوضية أنطتهم الأمر لأنه ينبهون المرشح حتى يرفع التجاوز أو الخروقات اللي من خلال الدعاية الانتخابية. يعني أكو تحذيرات مو تجي العقوبة مفاجئة. نعم، أول مرة هناك تحذيرات، بعد ذلك تتم العقوبة بعد أن ترفع بطريقة يعني المرفقة بالصور حتى ترفع إلى لجنة الشكاوى والطعون لاتخاذ القرار عليها. عضو الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات الأستاذ حسن هادي زاير، كنت ضيفا كريما، شكرا لك وشكرا جزيلا لكم. الخبير في شؤون الانتخابات الدكتور عمار البهادلي، شكرا لكم دكتور. إذن مشاهدينا ننتقل سوية إلى ملفنا الآخر وأبرز ما فيه. غزة، مؤشرات خروج المنطقة عن السيطرة مع استمرار جرائم الكيان المؤقت.
ودعما لغزة المحاصرة وهي تواجه إرهاب الكيان المؤقت، نظمت عدد من النقابات في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد وقفة احتجاجية ضد ما يتعرض له سكان قطاع غزة من حرب إبادة جماعية وسلوكيات عدوانية، مطالبة المجتمع الدولي بالكف عن تحيزه. لقت وقفة احتجاجية اليوم باسم النقابات والاتحادات ومنظمات المجتمع المدني من أجل نصرة الشعب الفلسطيني ضد العدو الصهيوني الغاشم. نطالب السفارات التي تتدخل ضد فلسطين بأن تكف أيديها. نحن ليس مع فلسطين فقط بالكلمة، وإنما حتى بالجهاد بأرواحنا وشبابنا ونسائنا من أجل نصرة فلسطين. بعد لقاء أو كلمة المرجع الأعلى من قال على العالم أن يسند القضية الفلسطينية، نطالب وقف القتال على غزة، نطالب حماية المدنيين، فتح معابر للفلسطينيين، وهي قضية إنسانية لازم الكل العالم تتفاعل بها، مو قضية شخص عن شخص، مو مسلم عن مو مسلم، كل العالم المفروض يتفاعل ويا القضية الفلسطينية، لأن اكو طفل يموت، اكو شايب يموت، اكو طفل ينام بلا عشاء، بلا غداء، بلا راحة، هاي يكون كل الضمير الإنساني يتحرك إليها. ندين ونستنكر بأشد العبارات الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، ونطالب المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية بموقف صريح وواضح في رفض هذا العدوان وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة. النصر لغزة، رفع الحصار عن غزة، رفع الظلم والجور عن غزة. نطالب الدول العربية النهوض ومن هذا الموت أو السبات الذي هم به. إن شاء الله النصر لفلسطين. هذه المعركة هي بداية تحرير فلسطين. نحن يؤشر لدينا الآن أن هناك إشارة وبدأت قوى المقاومة في كل المنطقة تتحرك لهذا الاتجاه لنصرة فلسطين، ويؤشر لدينا أن معارك التحرير قد بدأت. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، والحديث أكثر عن تفاصيل ومستجدات هذا الملف وعملية طوفان الأقصى. نرحب سوية بضيوفنا الكرام السياسي المستقل السيد علي نجدي. أهلا بك أستاذ علي. وأيضا الترحيب بالأسيرة المحررة السيدة رولا أبو دحو، تنضمنا مباشرة عبر سكايب من فلسطين. أهلا بك ست رولا. أبدأ معك سيد علي، قطع للاتصالات قبل عدة ساعات على قطاع غزة وتكثيف القصف بشكل مهول على القطاع حاليا، هل بدأت الحرب والاجتياح البري الإسرائيلي للقطاع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والذين قال لهم الناس أن الناس قد عذرا سترولا أنا مع أستاذ علي حاليا، أرجع لك بعد قليل، تفضل سيد علي. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين قال لهم الناس أن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، صدق الله العلي العظيم. بداية تحية لحضرتك وتحية للست رولا. الرحمة والخلود لشهدائنا في فلسطين، الشفاء العاجل للمرضى، قلوبنا مع أهلنا في غزة وفي كافة البقاع في فلسطين. أهلنا في الضفة الآن أعلن النفير العام، أهلنا في غزة الآن تحت القصف الوحشي الذي يمارسه الكيان الصهيوني بدعم مباشر وقوي من الشيطان الأكبر من القوات الأمريكية المحتلة. الخزي والعار لكل القادة الصامتين على هذه المذابح، الخزي والعار لكل من مد يده للتطبيع مع هذا الكيان المسخ، هذا القيء الذي تقيأ به الغرب على الشرق. لا وجود لشيء اسمه إسرائيل قبل 1948. هذه أرضنا، هذه أرض العرب، أرض العرب والمسلمين، هذه حدودنا. اليوم نشاهد 2 مليون إنسان صامد في أرض غزة، كما نشاهد 8 مليار إنسان صامد عن المذابح التي تحصل في غزة، فقط لأن غزة ليست أوكرانيا، فقط لأن الموجودين في غزة هم عرب وأغلبهم مسلمين. الإرهاب لا ينطبق على هذه الدول، لا ينطبق على الكيان الصهيوني الذي يقتل يوميا
آلاف الأطفال وآلاف العزل وآلاف المدنيين. لحد الآن الحصيلة 7000 شهيد في غزة وأكثر من 18000 جريح في مستشفيات غزة، المستشفيات التي تعاني من نقص كل شيء، نقص الدواء ونقص الكهرباء ونقص العلاج ونقص الإسعافات الأولية، في الوقت الذي نسمع به خطابات مذلة وخطابات راضخة من بعض الدول العربية التي تحاول أن تستعطف الدول الأوروبية وتستعطف الكيان الصهيوني ليطبع مع هذه الدول التي لا تكاد أن تكون الدول، هي عبارة عن دويلات صغيرة لا حجم لها ولا تاريخ لها، والتاريخ الذي تحاول أن تصنعه لنفسها هو تاريخ التطبيع ووضع يدها بيد الكيان الصهيوني المحتل. نحن من أرض العراق ندعو لأخواننا في غزة، والله والله لو كانت لنا حدود معكم لما انتظرنا لحظة، لكن المشكلة ما يبعدنا عنكم هو الجغرافيا، ما يبعدنا عنكم هو الحدود المغلقة بوجهنا. طيب بقية الدول سيد علي الملاصقة لفلسطين ولغزة، العرب لماذا لا يوجد أي تحريك لساكن حول هذه المجازر التي تحدث؟ ليش يعولون على العراق، على جنوب لبنان، على إيران؟ ليش ماكو حديث عن تغاضي هذه الدول والحكومات خصوصا عن هذه الجرائم؟ شوف أستاذ، الجميع صامت، الجميع يتفرج. دول المحيط اللي موجودة في غزة قادتها هم الدرع الأول الحصين لهذا الكيان المحتل، هم من يلجمون شعوبهم عن مقاومة هذا المحتل. عار على القيادة في مصر وعار على الحكومة المصرية التي تستأذن الكيان الصهيوني لتفتح معبر رفح الذي يربطها بفلسطين، عار على كل الحكومات التي تقمع شعبها الذي يحاول أن يتظاهر ويقف وقفة عز ووقفة شرف مع أبناء غزة الذين يقصفون في هذه اللحظة، وهناك أنباء عن عملية اجتياح بري. سيقف العالم طويلا أمام الله وسيسأل عن هذا التفرج، عن هذا الصمت. اليوم كلنا نرى يوميا مئات الأطفال ومئات النساء وعوائل تدفن تحت الأنقاض ولا من مغيث، بل أكثر من ذلك. لا لا يعني حاليا لا نريد نصرة السلاح، نريد فقط أن ينصروا المستشفيات، يوفروا الدواء. غزة فيها رجال قادرة على أن تصد الكيان الصهيوني، لكن هذه الرجال لا تستطيع أن توفر شربة ماء للأطفال، لا تستطيع أن توفر الدواء للمستشفيات. نعم. بالتالي اليوم الحصار مطبق على غزة. طيب. ستكون مقبرة الكيان الصهيوني في الاجتياح البري. طيب. كان الله في عون الغزيين. خلينا ننتقل إلى السيدة رولا بوداحو، الأسيرة المحررة والأستاذة الجامعية وأيضا المختصة بالشأن النسوي. أهلا بك سيدة رولا، تعازينا الحارة لكم على هذا العدد الكبير من الشهداء. وما هي الأنباء بداية من غزة مع أو بعد انقطاع الاتصالات عن مليون فلسطيني هناك؟ مساء العزة لغزة، مساء الصمود لشعبنا الفلسطيني في وجه أعتى الاحتلالات في العالم، الاحتلال الصهيوني الكولونيالي. المجد للشهداء والحياة للجرحى، السلامة لغزة ولشعبنا في غزة. الوضع صعب جدا في غزة، 2 مليونين فلسطيني، فقدنا منهم أكثر من 7000 شهيد وشهيدة، أغلبهم من النساء والأطفال، لأن هذا المحتل المهزوم الذي استطاعت المقاومة يوم 7 أكتوبر أن تلحق به هزيمة نكرة عندما عبرت الحدود نحو فلسطين المحتلة وأنزلت به هزيمة، فما كان منه إلا أن ينتقم عبر قتل آلاف الأطفال والنساء، آلاف الأسر والعائلات وهم في بيوتهم. دمر اليوم في آخر ساعتين يشن هجوم قاسي جدا من البر والبحر، و
السماء على شعبنا في غزة، قصف متواصل، قطعت الاتصالات، لا نعلم ماذا يجري. هذا الليل يتحول إلى مقبرة لشعبنا الصامت في غزة. الأوضاع قاسية جدا، نحاول أن نتلمس أي خبر عنهم. ما يعزينا وما يقوينا وما يجعل إرادتنا صلبة لا تنحني ولا تلين، رغم الألم والكارثة، رغم كل هذا الدمار والأشلاء وسفك الدماء، هي أن لدينا مقاومة قوية تمنحنا الكرامة والعزة والقوة والأمل بأن النصر قادم وبأن تحرير فلسطين هو إمكانية واقعية اليوم أكثر من أي وقت مضى من عمر الاحتلال، أكثر من أي وقت مضى في 75 سنة الماضية من عمر هذا الاحتلال. ولكن نعم نعم، الوضع قاسي جدا. غزة في هذه اللحظة معزولة، 2 مليون فلسطيني معزولين تحت قصف شرس نازي لا يرحم. وبالمقابل أيضا شوارع الضفة الغربية جميعها خرجت عن بكرة أبيها من أجل غزة. هناك أكثر من نقطة اشتباك مع العدو في الضفة الغربية. هذا العالم جميعه صامت على هذه المجازر، هذا العالم الذي تقوده أمريكا ودول الغرب الاستعماري اليوم هو بوجهه الحقيقي طيب بلا أي مساحيق عن الديمقراطية، يدعم هذا الكيان بالأسلحة وبالعتاد، طيب وأيضا يشارك بشكل مباشر يعني سيدة رولا، قوات. إذا تسمحي لي أقاطعك، ذكرت الموقف حاليا بالضفة الغربية، هل ترجحين أن تنطلق هناك عم انتفاضة بيقطع جديدة في الخط. الضفة؟ سيد لؤي، سيدة رولا إذا تسمعيني، سألتك عن الموقف بالضفة الغربية، ذكرت أن الشوارع تمتلئ حاليا بمسيرات وتظاهرات، هل ترجحين أن تنطلق انتفاضة جديدة في الضفة الغربية؟ منذ عامين الضفة لم تعرف النوم، اجتياحات متواصلة تحديدا في شمال الضفة، في جنين، في طول كرم، في نابلس. أيضا المقاومة الفلسطينية فاعلة عبر كتيبة جنين وكتيبة طول كرم وعرين الأسود وشباب الثأر والتحرير. يوميا هناك اشتباكات مع الاحتلال، الآن تنضم أيضا الجماهير. يعني قبل ساعة كانت الدعوة للجميع أن يكون بالشوارع، العائلات بأكملها ليس فقط الشباب. ما يجري نعم يقود إلى مواجهة مع هذا الاحتلال. بالنهاية هي الكرامة والحياة والحرية، فإما النصر وإما الشهادة. نعم الأمور تتدحرج وتتصاعد. أيضا في شمال فلسطين والجنوب اللبناني بالطبع هناك أيضا تتصاعد حالة الاشتباك مع الاحتلال والمواجهة. نحن مصرون على يعني هذا الشعب الفلسطيني محاصر نعم من كل الجهات، متآمر عليه، لا نملك خيار إلا أن نصمد وأن نقاتل. طيب بعد لك سيد علي، أكو فرصة لإيجاد صيغة حل توافقية دولية لإيجاد سلام أو هدنة معينة، لو راح تعذر تحقيق السلام هذه على هذه الوساطات، وفي حال تعذر تحقيق هذه يعني وجود هذه الفرصة حاليا، إذا ما حد استغلها وحققها بأي سلام، ممكن أن تواجه المنطقة حرب شاملة فعلا؟ شوف أستاذ محمد، في 7 أكتوبر، في 7 أكتوبر في الأيام الأخيرة، عذرا ست رولا، مع سيد علي حاليا، في 7 أكتوبر كسرت شوكة الكيان الصهيوني، نعم، وكسرت خرافة الجيش الذي لا يقهر والترسانة العسكرية، وتم تمريغ أنف الكيان بالتراب من قبل بضع مئات من مقاتلين القسام الذين اجتاحوا المستوطنات في ما يسمى غلاف غزة. هذا ما لا يروق لإسرائيل ولا يروق للكيان الصهيوني. الكيان الآن
بهذه الوحشية وبهذه الضربات الهمجية يحاول أن يعيد لذهنية الشرق الأوسط هذا البعبع الذي يخيف الكثير من دول المنطقة التي ذهب بعضها لاهثا للتطبيع مع هذا الكيان خوفا على مصالحه. فبالتالي متوقع أن تكون الهجمة شرسة وأن تكون الهجمة قوية. هناك ثلاث سيناريوهات أنا توقعتها في بداية الأزمة. أولها أن تكون هناك هدنة ووقف إطلاق النار وتبادل للرهائن، وهذا سيكون انتصار كبير للمقاومة. والسيناريو الآخر أن تفتح جبهات الشمال وجبهة الجولان وستتوسع الحرب لتكون حرب أقليمية في المنطقة. نعم. وما وجود البارجات وحملات الطائرات في المنطقة إلا للمخاوف من هذه الحرب. طيب، لكن قبل قليل الإدارة الأمريكية أو البيت الأبيض أعلن أنه يحث الكيان الصهيوني أو يحث إسرائيل على عدم اتخاذ خطوة الاجتياح البري، لكن الكيان يبدو أنه سيتخذ هذه الخطوة. أما السيناريو الثالث أستاذ هو سيناريو الحرب الطويلة واستنزاف الصمود الذي الموجود في غزة وفي أهالي غزة ومحاولة امتصاص هذا الغضب عبر ضربات متكررة وقصف للبنية التحتية وقصف للبنايات، وبالتالي عدد كبير من الجرحى، نقص في الماء والغذاء والدواء، فبالتالي استنزاف الداخل الغزاوي والبدء بهجمة كبيرة من بعدها يكون اجتياح بري، وستبقى كل القوات المعادية لإسرائيل يعني تكتفي بالتفرج أو بضربات عسكرية محدودة كما يجري الآن. يبدو أن هذا السيناريو هو الدارج الآن، هو هذا السيناريو الذي سيتم تنفيذه. لحد الآن كل المحاور وكل الجبهات تتعامل بنظام الصفعة بالصفعة، الصاروخ بالصاروخ، الضربة بالضربة. لحد الآن لا أحد يشتهي أن يدخل الحرب. شوف، تم تأجيل الاجتياح البري. طبعا كان نتنياهو في البداية متخبطا، رأي عام داخلي رأي عام خارجي، حاول أن يسرع بالاجتياح البري في محاولة لإعادة الصورة الذهنية، محاولة لإعادة كرامة الجيش الصهيوني الذي مرغ أنفه بالتراب. فبايدن نصح نتنياهو أن يتأنى لحين اكتمال القوات اللي موجودة، فبالتالي جاءوا بحاملات الطائرات، جاءوا بالبارجات، تمركزت في الشرق الأوسط. في حال تدخل أي محور من المحاور الموجودة في الشرق الأوسط سيكون الرد أمريكيا وليس صهيونيا هذه المرة. طيب سيد رولا، أعود لك أيضا بسؤال أخير. حتى الآن 7000 أو أكثر من 7300 شهيد حتى هذه اللحظة، كم سيصل العدد بالمعركة البرية بالاجتياح البري الإسرائيلي اللي يبدو أن هناك بوادر أنه بدأ بالفعل؟ رغم أنه كان الاتصال يتقطع، ولكن بقدر ألخص كالتالي. نعم. منذ اليوم الأول أعلنت المقاومة أنها على تواصل مباشر مع محور المقاومة. نعم. وأن هناك تنسيق كامل على كل الخطوات، وفتح جبهة الشمال، شمال فلسطين جنوب لبنان، هي كانت مهمة جدا، ومهمة جدا لأنها أخذت جزء من فرق وقوات جيش الاحتلال إلى الشمال. المقاومة الفلسطينية هي من يجب أن تقوم بكل هذه المواجهة مع الاحتلال، ولكن أيضا كان محور المقاومة واضح وبالتنسيق، يعني ليس بالادعاء وإنما بالتنسيق مع المقاومة الفلسطينية. لا. في اللحظة التي يتفق عليها سيتم التدخل، هذا أولا. طيب. ثانيا، لم يعلن الاحتلال اجتياح بري، هو يقول وسعنا العمليات البرية. لا. هو يتخوف، وهو أجبن من أن يدخل اجتياح بري كامل، هو يقوم بالقصف الجوي والبحري في محاولة للتقدم بريا وليس للاجتياح الكامل. والمقاومة أعربت أكثر من مرة أنها على استعداد لهذا الاجتياح البري. أن تقوم معركة أطول في الشرق، يعني في المنطقة كلها، هذا وارد تماما، رغم أن الأمريكان يحاولون أن يفرملوا
هذا الخيار ولا يريد أدخل فيه. تجاربهم في أكثر من منطقة في العالم هي تجارب فاشلة في التدخل، وأيضا هي أرهقتهم. قبل يومين، خلال اليومين الأخيرين، قوات الاحتلال مع قوات أمريكية حاولت التوغل بريا على أكثر من محور من هذا، وباعترافهم هم شخصيا أنه تم إفشال العملية، تحولوا إلى أشلاء، عدا أن اليوم أيضا اعترفوا بوجود أسرى لدى المقاومة في هذه المحاولتين الفاشلتين. والمقاومة أعلنت أنه منذ سنتين وهي تعد العدة لذلك، وقد قامت بكل الحسابات الممكنة. طيب. وهي تدرك مسبقا فاشية هذا الاحتلال ورده العنيف. طيب. واضح. شكرا، شكرا لك، عذرا لضيق الوقت السيدة رولا، شكرا لك يا لسيرة. تفضلي كلمة أخيرة باختصار إذا تسمحين سيدة رولا. كنت أريد أن أعلق على ما قاله باختصار إذا تسمحين. علي. نعم. الحكومات في جزء منها هي حكومات متآمرة على شعب، على شعبنا الفلسطيني وحتى على أمتنا العربية. نعم. كلنا نرى في العقدين الأخيرين كيف تدمر الوطن العربي، من العراق إلى ليبيا إلى سوريا إلى اليمن إلى فلسطين. المآسة التي نعيشها بسبب الاستعمار الإمبريالي الأمريكي في المنطقة. صحيح أن ليس جميع على فلسطين، ولكن تستطيع الشعوب أن تضغط على حكومات آلية ليفعلوا سلاح المقاطعة، سلاح النفط، وسلاح السفراء، وسلاح المقاطعة في العالم. وصلت الفكرة، شكرا لكم، الشكر الجزيل الأسيرة المحررة سيدة رولا أبو دحو، كنت ضيفة كريمة عبر سكاي مباشرة من فلسطين. شكرا لكم سيدة رولا، وشكرا جزيلا للسياسي المستقل السيد علي نجدية، شكرا لكم أستاذ علي، والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام. إلى هنا وصلنا وياكم وضيوفنا الكرام إلى ختام حصادنا لهذه الليلة، وإلى اللقاء في حصاد آخر.